Рвота! Рвота! فيما أكد الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبر أن النزاع الأوكراني قد أفرغ طاقاتهم بالكامل، وإذا لم يتم تعزيز إنتاج الحلف العسكري فإن الحرب في أوكرانيا محكومة بالفشل، حيث أشار إلى أنها معركة لوجستية صعبة جدا. وتنضم الولايات المتحدة في هذا السياق إلى قافلة الأمم التي تعاني من الإفلاس العسكري في مخازن الذخيرة والأسلحة. وفقاً لتقرير نشرته صحيفة هيل، هناك احتمالية لتوقف التمويل العسكري الأمريكي المقدم لأوكرانيا مؤقتاً وبدون مدة محددة، وذلك نتيجة للنقاشات المستمرة في الولايات المتحدة حول سقف الدين الوطني. يأتي ذلك بعد أن بلغت الديون الأمريكية حدودها القصوى المحددة والتي تبلغ 31.381 تريليون دولار. وكما ذكرت صحيفة بوليتيكو، فإن السياسيين الأوكرانيين بقيادة الرئيس فولوديمير زيلينسكي قاموا بإعادة توزيع الأعمال التجارية في البلاد بشكل غير قانوني منذ بداية العملية العسكرية الروسية. ويبدو أن المسؤولين الحكوميين بقيادة زيلينسكي يستغلون الحرب لتحقيق مكاسب شخصية وملء رصدته من الدعم الغربي، وفقاً للصحيفة. ومع تفاقم الأمور، عاد جوزيب بوريل ليعلن أن دول الاتحاد الأوروبي قد طلبت من قيادة الاتحاد تقديم تعويضات مالية بقيمة 10 مليارات يورو كتعويض عن تزويد الأسلحة إلى أوكرانيا. وهنا يطرح السؤال، كيف ستتمكن كييف من تحمل تكاليف هذه الفاتورة؟ في إعلان مؤثر، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديتري بيسكوف أن الدول الغربية التي تزود أوكرانيا بالأسلحة تتورط بشكل متزايد في هذا النزاع. يبدو أن الغرب قد انخرط بالفعل في الوحل الروسي المتصاعد. هل يمكن أن نرى أن الأمور باتت أكثر تعقيداً وتوتراً، وأن الدول الغربية تدفع الثمن الباهظ لتوريد الأسلحة إلى منطقة الصراع؟ هل فقد الغرب طريقه وانحشر في شبكة المصاعب التي خلقتها روسيا؟ ويعود بيسكوف مرة أخرى ليؤكد بقوة أن ضخ الأسلحة الغربية إلى كييف بما في ذلك طائرات شرطة 16 لن يكون قادرا على تغيير الوضع في ساحات القتال بشكل أساسي. هذا التأكيد يثير العواطف والأسئلة حول جدوى وفعالية الجهود الغربية في دعم أوكرانيا. هل سيكون لدى أوكرانيا القوة الكافية لمقاومة الهجمات الروسية المتواصلة؟ أم أنها محكومة بالفشل في مواجهة العدوان الروسي؟ قد ينبغي على الغرب إعادة تقييم استراتيجيته ودوره في هذا الصراع المأساوي. في حين أشارت صحيفة بوليتيكو نقلاً عن مستشار وزير الدفاع الأوكراني يوري ساك إلى أن هولندا قد تكون أول دولة تنقل طائرات مقاتلة من طراز F-16 إلى كييف. هذه الأخبار تثير مشاعر متباينة من الأمل والتفاؤل في صفوف الأوكرانيين. هل سيكون هذا التحرك هو نقطة تحول في القدرة العسكرية لأوكرانيا؟ هل سيتم تعزيز قدرتها على الدفاع عن نفسها وصد التهديد الروسي المستمر؟ قد يكون هذا النقل هو الأمل الذي يحتاجه الشعب الأوكراني للوقوف بقوة وثبات في وجه الروس. وبهذا القرار تضع هولندا نفسها في مواجهة حاسمة مع الدب الروسي وتعبث بالخط الأحمر لروسيا. ولكن هل نتذكر تاريخا مؤلما عندما كانت هولندا تواجه نيران ألمانيا في زمن هتلر؟ إنها قرار مصيري يستحق التأمل والتفكير العميق. في الواقع الحالي تختلف الظروف والتكنولوجيا، وبمجرد ضغطة زر واحدة قد يعيد بوتين هولندا إلى الماضي من الواقع الحاضر. قد يصبح شعارنا الآن هناك كانت هولندا، فهل سينفد صبر الدب الروسي حتى يضغط عن غير قصد على هذا الزر المدمر؟
بالرغم من تطور الأحداث، أعلن كيريل بودانوف رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية في مقابلة مع قناة التلفزيون اليابانية قائلاً: لدينا بالفعل الحد الأدنى اللازم من الأسلحة، ولا يسعني سوى القول إن الهجوم لم يطئ ديسلبيا قريباً. هذه التصريحات تثير القلق والتوتر، وتعزز الانطباع بأن الصراع قد يشتد في الأيام القادمة. هل ستنجح أوكرانيا في الدفاع عن نفسها وتحقيق النصر؟ أم ستواجه تحديات جديدة وصعبة في مواجهة هجوم مضاد محتمل؟ مع اقتراب الهجوم الأوكراني المحتمل، يلقي المستشار الألماني شولتز طعناً أمام الشعب الأوكراني، حيث أعلن أنه في حال استعادة أوكرانيا لأراضيها ستصبح عضواً في الاتحاد الأوروبي فوراً. تلك الكلمات تثير مشاعر المخاوف والتساؤلات. هل يمكن أن تكون هذه وعوداً فارغة؟ هل ستكون هناك دعم حقيقي لأوكرانيا في مواجهة التحديات القادمة؟ يبقى الشعب الأوكراني في انتظار تحقيق الأمل الذي يمكن أن يغير مستقبلهم. من ساحة الحرب الباردة بين الغرب وروسيا، نعود إلى ساحة الحرب الأوكرانية المشتعلة. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها نجحت في القضاء على الفصائل للقومية المتطرفة الأوكرانية التي تسللت إلى مقاطعة بيلغورود. هذا الإعلان يعكس استمرار التصعيد والتوتر في المنطقة، ويعزز الانطباع بأن الصراع مستمر وقد يصبح أكثر دموية. هل ستتمكن القوات الروسية من إعادة الاستقرار إلى المنطقة، أم أنها ستواجه مزيداً من التحديات والصعوبات؟ يبقى العالم في انتظار تطورات الأحداث وآمال السلام في المنطقة.